هكذا استقبل تلاميذ متوسطة الطيب عبد الرحمن عدسة الشرق نيوز. Tous ensemble pour protéger notre environnement. وإيمانا منهم أن الحفاظ على البيئة ينطلق من المدرسة، كان لهم درس تطبيقي لتنظيف الحديقة العمومية المجاورة لمؤسستهم التعليمية. ارتأت المؤسسة أن تتفضل اليوم بهذا الدرس التطبيقي في مجال محافظة على البيئة، تطبيقا لشراكة الممضات ما بين وزارة البيئة ووزارة التربية في إطار الحماية والتنمية المستدامة وحماية البيئة. نحن هنا اليوم لننظف هذه الحديقة العامة ولكي نحمي بيئتنا من أخطار التلوث. درس تطبيقي خارج القسم من خيرة الدروس لتثبيت المفاهيم باعتراف من هذا التلميذ. الدرس التطبيقي خارج القسم هو الذي ينفع التلميذ فيؤكد له je lutte contre la pollution de la terre. Nous sommes ici pour protéger la nature et c'est un simple geste simple et gratuit qui peut sauver notre environnement. المبادرة لم تكن درسا تطبيقيا فحسب، بل أخذت أبعادا أخرى من شأنها أن تصنع أجيالا من أصدقاء البيئة.